بريم، بريتي طلعت هلأ رايحة لعند مانديرا تحكي لها اللي خلصت شغل؟ ايه، خليته يشهد بالمحكمة ومانديرا رح تطلع من السجن. بريم، نحن لازم ننتبه كتير منيح. بريتي غبية بس مانديرا لا. طلع، ما لازم تعرف انه هذا الشي جزء من خطتنا ابدا. اسمعي، عندي خبرية لإلك. بريتي رح توقع بورطة، وأول ما توصل لعند عمتي مانديرا رح توجع القلب كتير. شو قصدك؟ سيارتها خربانة، ما رح تقدر تروح لمكان أبدا. أنا بعتت شاب يخرب لها إياها. أوف، لك هلأ وقتك تخربي؟ مو معقول شو هاليوم النحس؟ يا غبية. سيارتها ما رح تشتغل، لهيك رح تطلع بالتاكسي، وفي رجال من طرفي رح يكون ناطرها. عجل شوي لو سمحت. وبعد هيك يا غبي، لا ما بتفهم. بتمنى انك تعمل حادث على الطريق وما تشوف السعادة بكل حياتك. بتمنى تنهار عيلتك. امي بريم، ليش عملت كل هالشي هاد؟ شو هالولدنة هي؟ أنا ماني شخص بسامح مثلك، وطبعاً ما فيني أسكت أبداً لأي شخص بالدنيا ممكن يحاول يأذيني. شو هالحكي؟ طيب رح سكر. مع السلامة. عمتي غري، عمتي مانديرا مو موجودة بالسجن. شبكي بريتي؟ مانديرا طلعت اليوم الصبح من السجن. شو؟ صار عندي دعم ابني وهلأ ما عاد حدا يقدر يوقفني. استني، وين رايحة؟ بعد، خليني فوت. بس الست مانديرا. شبك انتي بنت جربشي؟ انتي شكلك شكل كنة عيلة راثور؟ شو عملتي بحالك؟ شو صلك؟ قلعك أرجون من البيت شي؟ انسي كل هالحكي، مو وقته هلأ. أنا لازم قلك شغلة كتير مهمة. بريم عم يخدعك، ما له معتبرك أمه أبدا. سيد أناند، من بعد إذنك، بريم اليوم مسك اللي حط القنبلة وهو شهد ضدك. عندنا شوية أسئلة لو سمحت تجي معنا. لقيت الرجال فجأة وعم تقول شهد ضدي كمان، وفوقها أفرجته عن المجرمة مانديرا. أنا اللي بعرف كتير منيح على شو ناوي بريم. بس نحن حبينا بريم كتير، وهلأ ببساطة اتهمت بجريمة قتل.